إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يزول ولا يفنى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ذل كل شيء لعظمته، وانقاد كل شيء لعزته، واستسلم كل شيء لقدرته. الملك ملكه، والأمر أمره، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، والملائكة من خشيته مشفقون، والرسل من هيبته مطرقون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. سبحانه من إله، سبحانه من إله يجيب سؤالا ويبلغ آمالا. الكريم الذي لا يبخل، والحليم الذي لا يعجل، آوانا وكفانا، ومن كل ما سألناه أعطانا، فله الحمد على ما هدانا، وله الشكر على ما آوانا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لبيك وسعديك، والخير بين يديك، لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك، والشر ليس إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. عصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. علمك فينا سابق، وقضاؤك بنا محيط، وأمرك علينا نافذ. أطعناك بإذنك، والمنة لك.
أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ونخاف عقابك ونخاف عقابك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك ها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤملون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون ها نحن بالثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هذه نواصينا الخاطئة بين يديك هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا نسألك يا ربنا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا البيت المبارك وفي هذه الساعة المباركة بقلوب منكسرة وأيد مرتفعة ورقاب خاضعة نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم بجودك وفضلك وكرمك نسألك أن تعتق رقابنا من النار إلهنا وربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا إلهنا وربنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاصي أثقلتنا اللهم إنا نعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة نعوذ بك أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم واكتبنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر
وينال ما فيها من الثواب والأجر وينال ما فيها من الثواب والأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. اللهم وألزم قلوبنا حفظ كتابك وارزقنا تلاوته عناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله ردته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لو أعنتنا على قضائها. اللهم يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا اجعل ما نخافه ونحذره ونخشاه بردا وسلاما اجعل ما نخافه ونخشاه بردا وسلاما علينا كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم فرج هم المهمومين وافس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم إن لنا أحبابا مرضى على أسرتهم اللهم إن لنا أحبابا مرضى على أسرتهم اللهم فانزل عليهم عافيتك اللهم أنزل عليهم عافيتك اللهم واجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لخطاياهم. اللهم إنك قد أنعمت علينا بالبنين والبنات اللهم فاحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار واحفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. اللهم وحبب الإيمان إليهم وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم من كان من أبنائنا عاقا لوالديه اللهم فمن عليه بتوبة عاجلة واجعله قرة عين لوالديه. اللهم احفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات اللهم واحفظهم بحفظك واكفهم شر الشهوات والشبهات. اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظ نساءنا واجعلهن هاديات مهديات غير ضالات ولا
مضلات. اللهم وارزقهن الزوج الصالح والولد البار يا رب العالمين. اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا نسألك يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، ويا قاهر المتجبرين، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا من ذلت له الصعاب وخضعت لجبروته الرقاب، اللهم أذل بشار وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم وأرنا فيهم يوما أسود كيوم فرعون وهامان وأمية بن خالف، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم، اللهم وعليك بالنصيريين المعتدين وبأعوانهم من الرافضة المجرمين، اللهم واضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. إلهنا وربنا طال ليل الظالمين واشتدت اللأواء على إخواننا المستضعفين، إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر وأنت الولي الناصر، أم بمن نستغيث وأنت الولي القاهر، يا من هو الأول والآخر، يا من أجاب نوحا لما دعاه، ويا من كشف الضر عن أيوب لما ناداه، اللهم اكشف الضر عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، ولا مغيث لهم إلا أنت، وأنت الرحمن المستعان وعليك التكلان. اللهم أقر عيوننا وعيون الموحدين في كل مكان بنصر إخواننا المستضعفين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح همتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لكل ما تحب وترضى. إلهنا وربنا، ما سألناك من خير فأعطنا، ما لم نسألك فابتدئنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، هذه فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة